السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال دو سيمستر ا، سي لا بارتي نيميرو 59 اللي غيكون ايبيزود رقم 6 وما قبل الاخير ديال ليكزيرسيس دو سانتيز اللي فيه البيلون جوغ لانكرون ليفر لا بالونس البيلون دو كلوتير و سي بي سي. دونك ليبيزود اللي داز كنا خدمنا لا بالونس، دونك بقى لينا دابا البيلون دو كلوتير وبقى لينا السي بي سي، يعني غنبريزونتيو البيلون دو كلوتير ديال الاخر البيريود ابارتيغ من لا بالونس. دونك يعني داكشي اللي خرج لنا في لي سولت دو فان بيريود ديال لا بالونس غنديرو في البيلون، ولكن نخدمو بلي كلاس من واحد حتى لخمسة. إما هذا هو لا بالونس، الوغ كتشوفو هاهما لي كلاس أن كلاس دو تخوا كاتخ إي سانك، يعني صافي هادشي اللي عندي من كلاس واحد حتى الخمسة غنديرو في البيلو، هادشي اللي عندي كلاس ستة و سبعة غنديرو في سي بي سي. يعني غنبريزونتيو دابا، نبدا أول حاجة نبداو بيها غنبريزونتيو لو بيلون. دونك لو بيلون بيلون دو فان بيريود، البيلون هو نفس الطابلو ديما، البيلون هو البيلون نفس الحاجة. هي هذا ما كيكونش اكيليبري، دونك نحسبوا الريزلت. دونك اكتي مونطون باسيف مونطون. الوغ نبداو بالكلاس اللي هو الفينانسمون بيرمانون. الوغ شنو عندنا في لي كونت دي فينانسمون؟ هو كناخذو كلشي من البالونس. ها هو شتو، ها هما كلاس ا جوج ديال لي كونت كابيتال بيرسونيل اونبران او بري دي ستابليسمون كريدي، كناخذو لي سولد فان بيريود. يعني هاد جوج لي كونت هما لي كاينين، كاين كابيتال بيرسونيل القيمة ديالو 800000 درهم، وكاين لومبرا نخلي واحد الفراغ هنا باش نديرو الغيزيلطا، حيت ضروري خاصنا نحسبو الغيزيلطا، غنديرو اونبرا حيت الغيزيلطا كتكون تحت الكابيتال، اونبرا او بري ايتابليسمون دو كريدي اللي هو 200000 درهم. ابخي نشوفو كلاس 2 اللي هو كلاس 2 اللي هو اكتيف ايموبيليزي. اكتيف ايموبيليزي نمشيو لا بالونس، هما جوج ديال لي كونت كونستريكسيون وات الانفورماتيك، كناخدو لي سولد فان بيريود 300000 بالنسبه للكونستريكسيون، 10000 بالنسبه للماتيريال انفورماتيك. دونك عندنا جوج ديال لي كونت كونستريكسيون ماتيريال انفورماتيك، نكتبو كل واحد المونطون ديالو 300000، راك ناخدو الصوت فانت بيريود 10000. من بعد عندنا كلاس 3 كلاس 3 اكتيف سيركيلون. اكتيف سيركيلون نمشيو لا بالون، شوفو لي كونت اللي عندنا في اكتيف سيركيلون. عندنا المارشانديز الكليون ايت اكتيفي فاكتيور، ديما كناخدو سولد فانت بيريود مارشانديز كليون ايت اكتيفي ريكوبيرابل. عندنا مارشانديز كليون ايت اكتيفي ريكوبيرابل، الوغ ناخدو المونطون ديال كل واحد بالنسبة الماركشانديز 30000، ماركشانديز كناخدو ستوك فينال، الكليون 1680 و ايطا التيفيا اللي هي 15730، 15730. من بعد غنمشيو للكلاس 4 باسيف سيركيلون، شوفو لي كونت لي عندنا. عندنا فورنيسور ايطا تي في فاكتوري و ديت سير اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون، غناخدو هما لي سولد فان بيريود ديالهم. عندنا نكتبوهم فورنيسور ايطا تي في فاكتوري و ديت سير اكيزيسيون ديزيموبيليزاسيون.
اكيزيسيون دي زيموبيليزور، نكتبوا لي مونطون ديال كل واحد 22380 ديال الفورنيسور، التي في يا 16632، وبالنسبة للديت عندنا 12000. ابخي نمشيو للكلاس 5، واحد الملاحظة مهمة، راه ما كيكونش ايكيليبغي البيلون ديال فانت بيريود، ما كيكونش ايكيليبغي، كان ايكيليبغيو بالغيزالطا. دونك 51 تريزور اكتيف، 55 تريزور باسيف، تريزور باسيف ما كيكون عندنا فيه والو، باين عندنا لا بونك او لا كيس. هاهما نشوفو لا بالونس، هاهما عندنا لا بونك اي لا كيس، جوج لي كونت، هاهما لي مونطون ديالهم. لا بونك 568736، عندنا 568736، و لا كيس 8818، 8818، 8818. دونك هنايا توتال اكتيف، توتال باسيف. شنو كنديرو دابا؟ كنجمعو ديما لاكتيف، حيت لاكتيف كامل، يعني نجمعو لي زاليمون دو لاكتيف، 300000 زائد 10000 زائد 30000 زائد 60788 زائد 15730 زائد 568736 زائد 8818، جمعهم خرج لنا في التوتال ديال لاكتيف 993972 درهم. الوغ القاعده كتقول لك ان التوتال اللي كيكون في لاكتيف هو اللي كيكون في الباسيف، ولكن قبل داك الشيء نحسبوا الغيزلطه. الغيزلطه شنو كتساوي؟ هو التوتال اكتيف موا توتال باسيف، ولكن التوتال باسيف الحقيقي يعني 993972 ناقص شنو عندي. نحسبوا دابا هاد القيم هادو اللي عندنا هنايا، نحسبوهم ديال الباسيف. دونك عندنا 800000 درهم زائد 200000 درهم زائد 22380 زائد 16632 زائد 12000. جمعنا هادو خرج لينا التوتال باسيف كيساوي 1,051,012 و 12. يعني غنجيو نحسبو الغزل تاع علق لها موا، هي موا 57040. دونك شنو كنديرو دابا؟ كنشدو نفس التوتال اللي في لاكتيف كنحطو في الباسيف، واخا الباسيف ماشي هذا هو القيمة ديالو، هادي او 12. يعني نفس التوتال عندنا في لاكتيف كنحطو في الباسيف، يعني نكتبو هنا 993972 نكتبوها بحال هكدا. ابخي هنا غنكتبو الغيزلطا، نكتبو غيزلطا نت في ديكزيرسيس، نكتبو القيمة اللي خرجت لنا في الغيزلطا، نكتبو ناقص، حتى تكتب ناقص، إلا كان زائد كتبو زائد، ناقص 57040. يعني إلا جينا حسبنا دابا هاد القيم ولكن نديرو ناقص غتخرج لنا كيساوي هادشي. المهم هادشي اللي عندنا بالنسبة لهاد لابارتي هادي ديال البيلون دو كلوتير. دابا سالينا بقى كاين غير سي بي سي، وواحد الحاجة مهمة أن نفس الغيزيلطا اللي خرجت لنا في البيلون يعني هاد 57040 راه هي خاصها تخرج لنا في السي بي سي، إلا ما خرجت لنا في السي بي سي يعني عندنا خطأ شي بلاصة، راه هي خاصها تخرج لنا. المهم إن شاء الله ليبيزود الجاي ندير لكم السي بي سي. دونك السلام عليكم.